اليوم الخميس 10/10/2019 نتج انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة الباب قرب دوار سنتر، ولله الحمد انه اصابات خفيفة الحمد لله رب العالمين ولا وجود عن ضحيات. مبدئيا مع عملية نبع السلام بلشوا الاكراد بارسال المفخخات، ولكن الحمد لله رب العالمين انه كانت اصابات طفيفة جدا ولا وجود لاي ضحيات. حصل انفجار في مدينة الباب جانب دواس سنتر، توجه فرق الدفاع المدني إلى المكان وكان هناك يوجد إصابات وتم إسعافها من قبل المدنيين، وأرسلنا فرق الإنقاذ إلى المشفى لتفقد الجرحى.